تعالوا نشوف تصريحات طارق حامد النهاردة بعد الانتقال رسميا إلى نادي اتحاد جدة السعودي، ونرجع نكمل كلامنا. شرف كبير لي أن أكون لاعب في نادي اتحاد جدة. بالمناسبة أنا شخص محظوظ جدا، لأن كنت بلعب في أكبر نادي في أفريقيا الزمالك المصري مع أعظم وأوفى جمهور، والوقت أنا لعيب في نادي اتحاد جدة أكبر نادي في آسيا مع أعظم وأوفى جمهور. خرجت من نادي كبير وذهبت لنادي كبير. شكرا.